مرحبا، أنا دكتور عامر. بتعرفوا شو اسم الدواء يلي عمره أكثر من 100 سنة؟ وهو من أكثر الأدوية الشائعة الاستعمال بالعالم. هذا الدواء يمكن أن يخفف لك الألم إذا كان عندك صداع، أو يمكن أن ينقذ لك حياتك في حال إصابتك بجلطة القلب. هذا الدواء اسمه الأسبرين. يستعمل الأسبرين في كثير من الحالات، لكن أهم استعمال له هو كمميع للدم. من أجل ذلك يعطى فوراً بعد حدوث ألم الصدر نتيجة الجلطة القلبية، لأنه ينقص من حدوث الوفيات الناتجة عن الجلطة. ويستعمل الأسبرين أيضاً بصورة دائمة عن جميع المرضى بعد إصابتهم بجلطة القلب أو الدماغ، أو بعد عملية قسطرة القلب ووضع دعامة أو شبكة في أحد شرايين القلب المتضيقة. السؤال الهام، هل من الضروري تناول حبة أسبرين عن جميع الأشخاص من أجل الوقاية من أمراض القلب؟ بالماضي كنا ننصح أي شخص عمره فوق 40 سنة بتناول حبة أسبرين يومياً. في الوقت الحاضر تغير هذا المفهوم كلياً. سبب هذا التغير لأن الأسبرين يزيد من نسبة حدوث قرحة المعدة وأيضاً نزيف الدم من المعدة، وهذا يعتبر من الاختلاطات الخطيرة، خاصة عند الكبار بالسن أو عند الذين يشربون الكحول بكثرة أو المرضى الذين يستعملون مسكنات الألم باستمرار في حالات التهاب المفاصل. ففي هذه الحالات تعتبر مخاطر الأسبرين أكثر من فوائده. بالطبع جواب السؤال السابق إنه الأسبرين ليس لجميع الناس، ولكن بالتأكيد للمرضى المصابين بجلطات القلب والدماغ. أما بالنسبة لبقية الأشخاص أو المرضى الآخرين، فيمكن أن ننصحهم بتناول الأسبرين في حال وجود عدة أمراض مختلفة عندهم التي يمكن أن تزيد من احتمال حدوث جلطة القلب. مثال على ذلك هم المرضى المصابون بمرض السكري، بالإضافة إلى وجود ارتفاع الضغط أو الكوليسترول أو التدخين. في هذه الحالات يمكن للطبيب أن يحسب احتمال حدوث جلطة القلب ويقرر بضرورة استعمال الأسبرين عندهم. ما هو مقدار الأسبرين الذي يجب أن يؤخذ في هذه الحالات؟ في حال الشك بالإصابة بجلطة القلب من الضروري مضغ حبة أسبرين عيار 325 ميليغرام فوراً. أما في حالات استعمال الأسبرين لفترات طويلة، فمن المفضل استعمال أسبرين الأطفال بمقدار 75 إلى 100 ميليغرام يومياً، لكن من النوع المغلف الذي لا يمتص من المعدة بل في الأمعاء، فتكون نسبة حدوث نزيف من قرحة المعدة أقل من الأسبرين العادي. ملاحظة أخيرة لمرضى الربو، يرجى الحذر من تناوله لأن الأسبرين يمكن أن يسبب نوبة ربو. وأخيراً، إذا كنت تتناول الأسبرين بصورة دائمة فعليك إعلام الطبيب بذلك، خاصة إذا كنت ستجري عملية جراحية، فمن المحتمل أن يتم إيقافه عدة أيام قبل العملية لأنه يمكن أن يزيد النزيف أثناء العملية. بتمنى موضوع اليوم نال إعجابكم. إذا حبيتوا فيديو اليوم تقدروا تعملوا لايك وشير وتشتركوا بقناتي على اليوتيوب حتى تصلكم بالحلقات الجديدة، وحتى ألتقي فيكم مرة تانية. بتمنى لكم حياة حلوة بتمام الصحة والعافية.